أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إطلاق المرحلة الرابعة من قوافل مبادرة وصل الخير التي تستهدف توزيع 200,000 صندوق مواد غذائية على عدد من محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا. وفقا للاستطلاع الميداني لفرق الرصد التابعة لمؤسسة حياة كريمة، فقد تم تخصيص القوافل المحملة بصناديق المواد الغذائية لعدد من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة الحماية الاجتماعية للمؤسسة وتقديم الدعم الغذائي في مختلف محافظات الجمهورية.